أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على أهمية تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتطوير الإجراءات المالية وتعزيز الحوكمة بما يسهم في تحقيق التوازن المالي وتعزيز استدامة المالية العامة وتحقيق كل البرامج الحكومية التي تصب في خدمة المواطنين. وأشار معاليه خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة المالية والاقتصاد الوطني مع كافة مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية بالحكومة والذين تم نقلهم بموجب المرسوم رقم 49 لسنة 2018 إلى وزارة المالية، ومن ثم تم انتدابهم إلى الوزارات والجهات المعنية، إلى أن مسؤولية تقليص العجز في موازنة الدولة والوصول للتوازن المالي هي مسؤولية مشتركة لكل مدراء ورؤساء أقسام الموارد المالية في كل الجهات الحكومية، وذلك من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة المالية وتطوير الرقابة وآليات الحوكمة على المال العام وضمان استدامته. وأضاف معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الاجتماع سيتم عقده بصورة دورية، كما سيتم مباشرة العمل على تطوير كافة الإجراءات المالية التي تتبعها الجهات الحكومية، كما نوه معاليه بأن الوزارة مستمرة في وضع الخطط والبرامج الرامية إلى ضبط ورفع كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات الحكومية.